استقبل مجمع سليمان الضراط فريقي الأهلي بنغازي والهلال في آخر مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة وسط طموحات كبيرة من الجانبين لتحقيق التفوق والالتحاق بالشباب في الصدارة. الفريقان لم يقدما ما هو متوقع منهما في الشوط الأول نتيجة لافتقارهما للتركيز في التمرير والتصويب، وخلال الربع الأول تقدم الأهلي بنغازي بفارق 8 نقاط مستقلا تأخر الهلال في التسجيل، ومع مرور الدقائق سجل الهلال وخرج الأهلي بنغازي بفضل نقاط جايسون وأكين والأربش متقدما بعشرة نقاط مقابل 9 نقاط للهلال أحرزها الثلاثي عبد الله الراشدي وستانلي ومكرم الزوي. وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 15 نقطة بواسطة جايسون والدرسي ومحمد كويدير، وسجل الهلال 7 نقاط عن طريق ستانلي ومكرم زوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بفارق 9 نقاط ب 25 مقابل 16 نقطة. بعد الاستراحة قدم الفريقان أفضل 10 دقائق في المباراة من حيث السرعة والندية، فالهلال كان أفضل حالا من خلال نقاط الراشدي وستانلي ومكرم وسيستم ومحمود زوي التي منحته التقدم بفارق نقطتين مقابل الأهلي بنغازي الذي سجل بفضل ثلاثيات الدرسي وجايسون ومتابعات أكين والتورغي 21 نقطة منحته مواصلة التقدم بنهاية الربع الثالث الذي شهد التعادل عند النقطة 37 وانتهى أهلويا ب 46 مقابل 39. في الربع الرابع حاول الهلال جاهدا العودة وقلص الفارق أكثر من مرة، غير أن رغبة لاعبي الأهلي بنغازي وتألق الدرسي في الرميات الثلاثية جعل التقدم يتواصل لمصلحة الأهلي لتنتهي المباراة حمراء ب 64 نقطة مقابل 53، ليلتحق بذلك الأهلي بنغازي بالشباب في الصدارة بتسع نقاط لكل منهما، ويبقى الهلال صحبة الاتحاد والنصر في مرتبة الملاحقة بثمان نقاط لكل منهم.